الرواية في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. ففي صحيح البخاري في كتاب الوضوء باب البول قائما وقاعدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما. هذا الكلام صورة وصوت طبعا، مو النبي عليه الصلاة والسلام ينقل الموضوع، لا لا لا، الكلام صورة وصوت، يعني هم يشاهدون، يعني لو أكو كاميرا في ذلك الوقت، هذا حذيفة يصور النبي عليه الصلاة والسلام، يصوره شوية، ينطي كاميرا رقم واحد كاميرا رقم اثنين حتى نتفاعل مع هذه البولة العظيمة، حتى نتعلم، عفوا، حتى نتعلم أنه البول قائما هذا مفيد. لكن ما عنده موبايل، فهو ينقل لنا الرواية بالكلام. في فتح الباري في شرح صحيح البخاري وهو يشرح هذه الرواية: بال النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول النساء، كما تبول المرأة. وعليه إن هو صارت عنده حالة نفسية، يوم اللي شافوه يبول وهو قاعد قالوا له أنت تبول كما تبول المرأة، قال لهم صدق كذب؟ انت شوفوا طوني زبالة، راح للزبالة باله هو واقف، قام يلا تردون بعد أكثر لو أبول على راسكم. في مسند الفاروق أن عمر بن الخطاب أتى سباطة قوم فبال قائما، يعني طلع الموضوع عندهم صاير الوضعية خرطي، وين ما تلقى لك زبالة تلقى يمها واحد يبول. طلع هذه الزبالة محجوزة، يعني كل واحد عنده زبالة يبول بيها، هذه زبالة النبي صلى الله عليه وسلم، ذيك زبالة سيدنا أبو بكر، زبالة عمر بن الخطاب، زبالة عيوشة، زبالة سيدتنا حفصة، يعني كل واحد عنده زبالة، يعني هذا عمر الآن، عمر هم اجى على زبالة، فتح رجلية فتحة من هذه المحترمة. اسمع الصوت، أنا سمعت صوت، هيها صوت بولة عمر. احنا نريد نعرف ماذا استفادت الأمة من هذه البولة العظيمة، عفوا ماذا استفادت الأمة من هذه الرواية العظيمة، وكيف يمكننا أن نترجم هذه الرواية إلى استفادة، يعني نستفاد من هاي الرواية. أنا إن شاء الله أفتح باب الاتصالات. سألتني شو استفادة الأمة؟ أي ماذا استفادت الأمة من بولة النبي عليه الصلاة والسلام في الزبالة؟ ففي أقوال إن الزبالة تشرب البول فما يرتد على النبي عليه الصلاة والسلام فما تتنجس ملابسه من البول. احنا الان، يعني انت الان تقول الاستفاده من هذا الحديث انه الزباله تشرب البول، تمتص البول، صح؟ صح. والشيء الثاني ان البول ما يرجع عليه، وما يرجع عليه. طيب هاي عايز تيدك، شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا، شرفنا بك. على فوائد الزباله المفروض بعد ما يحطون بيتهم التواليت يحطون زباله يبولون بي. طبعا لا بأس به إذا الشركات التصنيع يتابعونه ويتنتجون شيء من هذه الرواية يسوونه، يعني لا بأس به، إحنا نسمح لهم، يعني الحقوق مفتوحة. إيه نعم. يا أهلا ومرحبا، ماذا استفادت الأمة من بولة النبي عليه الصلاة والسلام في الزبالة؟ أنا بحكيك يعني كان في بولة النبي له فوائد كثير يعني. طيب فائدة واحدة، نورنا بوحدة فائدة. بدل فائدة واحدة؟ أي واحدة. خلاص هي بتشفي يا رجل، يعني لازم أنا أظل نعيده، خلاص هي بتشفي، مهم إنه هي إلها فوائد صحية. فوائد صحية يا الله. إيه إذا يتابعني طبيب يلطم على رأسه والله العظيم، تحياتنا للأطباء خطية مساكين. أنا عفتة فوائد تمتص البول هسه صارت بيها فوائد صحية. تفضل إبراهيم، ماذا استفادت الأمة من بولة النبي عليه الصلاة والسلام في الزبالة؟ أقول لك شيء. ليش تضحك؟ استفادت الأمة. ليش تضحك؟
انت مستفز يا امير، انت مستفز. والله ما مستفز، والله هي الروايه. ليش انتم ليش تستفزون من عندي؟ والله جالس اكلمكم بهدوء. والله يعني هي الروايه، ماذا استفادت الامه من بولة النبي عليه الصلاه والسلام في الزباله؟ شبيه استفادت الامه ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يجوز البول قاعدا في الزباله. قاعدا قبل شنو؟ أسبقك لأن مجالس الشيطان، لأن وإذا قعدت سأكون جليسا للشيطان يا أمير. يعني فهو بال على الشياطين. بال على الشيطان، بال قائما، لأن لو بال قاعدا الزبالة لكان جليسا للشيطان. أحسن. هو لا يكون لا جليسا للشيطان. لا أعوذ بالله، لا حاشا. زين على كم شيطان بال؟ يعني إيش قد كانوا ما مروعدكم على كم البولة راحت على كم شيطان؟ هي ما بتقتل الشياطين، هي مو بتقتل الشياطين، تبللهم الشياطين، تبللهم الشيطان، هي ما تقتل الشياطين، تغسلهم. هذه السنة، سنة هذه نقلوها العلماء والمحققين وألفوا بها كتب وتعبوا وسنين وسهروا ليالي حتى ينقلون البولة على الزبالة. زبالة هنا؟ أي والله بعد مصلحة مسلم سني موحد أحتاج زبالة. الحمد لله. طيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا أول شيء لازم أسوي بالزبالة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله أخواني، الحمد لله. طبعا أي مسلم سني موحد جديد لازم يعني تكون عنده زبالة. تعرفون شنو يسوي بها؟ هو برنامجنا، يعني تعرفون برنامجنا شنو، ما يحتاج أقول شيء يسوي بها، تعرفون. وإلا ما يعتبر مسلم سني موحد يعني.